بعد التهديدات المصرية لإسرائيل بتخفيض العلاقات بينهما ووقف اتفاقية كامب ديفيد التي تنظم العلاقة بين البلدين إن أقدمت تل أبيب على اجتياح رفح. تقارير صحفية في إسرائيل تشير إلى محاولات من مسؤولين بارزين في جهاز الاستخبارات الموساد وكذلك الشباك لتهدئة مخاوف المصريين. التقرير الذي نشرته القناة 13 العبرية قال إن المسؤولين الأمنيين أبلغوا نظرائهم في مصر أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة، فيما كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بياناً بشأن تصريحات نتنياهو باجتياح رفح وحذرت من عواقب وخيمة لمثل هذا الإجراء بظل مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية إن تم المساس برفح. كما أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.